تظاهرات عشرات المناطق البحرينية السبت 28 من ديسمبر عام 2013 بعد اعتقال السلطات لأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان ظهراً على إثر ذهابه إلى مبنى التحقيقات الجنائية المخابرات في المنامة بعد استدعائه إلى هناك، حيث نقلته سيارة خاصة بالتحقيقات إلى مبنى النيابة العامة للتحقيق هناك، ما اعتبرته الوفاق في بيان لها أنه اعتقال. استهدافه هو استهداف لكل هذا الحراك، استهداف للثورة، استهداف لهذا الصمود الأسطوري لشعب البحرين، وأعتقد أن شعبنا سيعبر عن مكانة هذا الرمز ولن يقبل باعتقاله ولو لحظة. وعاشت البحرين يوم غضب على إثر انتشار خبر الاعتقال، حيث أقام المواطنون تجمعاً أمام منزل سلمان في منطقة البلاد القديمة، طمعته قوات مرتزقة النظام بوحشية، في حين اعتقلت عدداً من المشاركين فيه وداهمت منازل وأغرقت المنطقة بالغازات السامة. هي المحتشدة هنا تطالب هذا النظام الأرعن بإطلاق سراح الشيخ علي سلمان في الحال. هذه الجماهير لن تغادر هذه المنطقة إلا وسماحة الأمين في منزله هذه الليلة. كما عاشت البحرين وضعاً أمنياً طارئاً من خلال انتشار نقاط التفتيش والتواجد الأمني أمام مداخل المناطق البحرينية، كان أبرزه على شارع البديع في المنطقة الشمالية. اجتمعت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في مقر الوفاق بشكل طارئ، حذرت بعده في بيان شديد اللهجة من عواقب اعتقال أمين عام الوفاق وإدخال البلاد في نفق مظلم. اعتبرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين وعد التقدم والوحدة والتجمع القومي والأخاء والوفاق بأن الاستدعاء والتحقيق مع الأمين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان هو استهداف للعمل السياسي وحرية الرأي والتعبير في البحرين، محذرة السلطة البحرينية من عواقب اعتقال سماحته ومحملة إياها مسؤولية إدخال البلاد في نفق مظلم. وطالبت القوى المعارضة في بيان صدر لها اليوم بالإفراج الفوري عن أمين عام الوفاق لتجنيب البلاد حالة الشحن والتصعيد التي ينتهجها النظام، معتبرة أن استدعاء إلى التحقيقات الجنائية وأخذه مخفوراً إلى النيابة العامة أمر مدان ومستنكر استخدمت فيه السلطات أسلوباً تعسفياً. في المساء خرجت عشرات المناطق في تظاهرات غاضبة عبرت عن تنديدها الشديد لاعتقال سماحته، مؤكدة رفض الشارع البحريني للاستفزازات واستهداف الرموز. ورفعت التظاهرات أعلام البحرين وصور سماحة أمين عام الوفاق، مشددة بأن سماحته رمز وطني لن تسمح بالاستفراد به بهذه الطريقة. المسؤول عن كل الجرائم هو المسؤول عن سد رموز الوطن. كل الجرائم تقول يا حمد أنت ما تستنوا مهما تقمع نفس المعنى لن يمكن نطالب بإرجاع شيخ علي سلمان مقر الوفاق احتضن وقفة تضامنية شاركت فيها شخصيات سياسية طالبت بالإفراج الفوري عن سماحته. الشيخ علي سلمان يملك قراراً وطنياً شجاعاً أكبر من سجانه، ونقولها ونحن جازمون: فكروا وقرروا قبل أن تستهدفوا هذا الرجل الشامخ. ودخلت البلاد في حالة ترقب، حيث تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخبار اعتقال أمين عام الوفاق ما عكس حالة غليان عاشها الشارع. وسائل الإعلام العالمية والمحلية تابعت الخبر بشكل لافت، حيث برزت قضية البحرين على السطح، وطالبت منظمات سياسية وحقوقية عالمية بالإفراج عن سماحة الشيخ، حيث أكد حزب الله اللبناني في بيان له بأن الاعتقال يعبر عن إفلاس النظام البحريني داعيا إلى أكبر تضامن معه،
في حين استنكرت حركة حشود المصرية الاعتقال بشدة، وهو ما تكرر في بيانات منظمات أخرى. وفور الإفراج عنه تجمع عدد من المواطنين في مقر جمعية الوفاق في البلاد القديمة لاستقباله، فيما أكد سلمان خلال كلمة له أنه يعمل بشكل علني، وأنهم كانوا يستهدفون منعه من السفر لقطع الطريق على جولة أوروبية كانت مقررة تتمحور حول الحراك البحريني المستمر منذ عام 2011. هذا الاستدعاء هذا اليوم تم على خلفية خطاب يوم الجمعة، وأدعوكم وأدعو العالم أجمع ليسمع هذا الخطاب الذي يؤكد فيه على مطالب هذا الشعب المشروع وضرورة الاستمرار من أجل المطالب التي بها، والتأكيد المشدد في هذا الخطاب على السلمية وممارسة حقوقنا وفقا للمواثيق والمعايير الدولية في المطالبة بحقوقنا ومطالبتنا بالتحول إلى نظام بلدي ديمقراطي.